الاتجار بالبشر واستغلال العنصر النسائي مش في المخدرات كهو، وإنما في أشكال أخرى مهينة للإنسان، خاصة الاستغلال الجنسي ولا ما يسمى الرقيق الأبيض. نعرف سمسار في حي النصر، كل من يلقى الحكاية نمشي، هو يأخذ في 40 دينار وأنا 60 دينار خدمة. وليت نعرف ثم مرض وثم حاكم وبرشا نسي طاح وهم في الحبس، أما كي نخزر لأولادي نحب نبطل، نشوفهم جواعة نمشي نلوش كل شيء. جارتي تعرفني بطالة ونلوش في الخدمة، نتقابلوا عند حجينا، اقترحت عليا نخرج معها للقهوة في جهة في حي النصر، عرفتني بلي بيا مرة الأولى كنا نقعدوا في بلايص معروفة، من بعد هزتني لدار مكية بالنهار، كل مرة نمشي فيها تعطيني 50 دينار، جاي من ليبيا ومن تونس، كنت في حاجة للفلوس وهي ما رحمتنيش، راجلي في قبيل في الوقت اللي تورطت وما لقيت حتى حل إلا باش في أحد الجنس تونس ما نجموش نصنفوها حقيقة من ضمن الدول اللي تعتمد، خاطر لازم تكون معناها سياسة دولة كاملة، وإحنا الحقيقة أنه المجتمع التونسي يرفض الظاهرة هذه والدولة التونسية ترفض الظاهرة هذه، هي موجودة انخرام منظومة كاملة، منظومة أخلاقية، منظومة أسرية، منظومة اجتماعية كاملة، شات انخرام فيما بعد الثورة، انفلات على جميع المستويات، عدم قدرة الدولة على مجابهة الظاهرة هذه بتوفير مواطن الشغل اللازمة ولا توفير منح للعجز لغير القادرين على الكسب. حسب رأيي معناها كانت هذه كلها معناها ظروف هيئة المناخ باش تتوجد الظاهرة هذه وتتكاثف في تونس. الظاهرة هذه ما نجموش ننفيوها، لكن ما نجموش زاد نخصوا بها تونس فقط، هي ظاهرة يعني إنسانية، هذه ممارسة معناتها الدعارة أو تجارة الجنس اللي تجلب يعني في الحقيقة برشا برشا فلوس. وسمعنا أنه ثم مناطق يعني معينة في تونس وتحديدا في العاصمة فهمتني يعني مشهورة بالحكاية هذه ومشهورة يعني بتسهيل ممارسة الدعارة عبر توفير يعني شقق مفروشة ولفئة معينة يعني من العباد اللي معناها تجي لهنا لتونس. طيب الشبكات هذه يعني صحيح قاعدة تنشط وهذا يعتبر يعني من قبيل الإتجار بالبشر، الإدارة الفرعية للرعاية